خليل طرطق الحكاية. إذا بدي أحكي كل شيء عن خليل طرطق الحكاية بدي 30-40 كتير ما بيكفي. شفت شخص راح يطلع عينيه من وجهه، قلت له أنت بي بولس طرطق، صار يبكوا. عندي ثقة كتير إنه راح كنجو اكتار على القاعة بأول أيار فيرست اوف ماي الساعة 6:30 من عشية بالسيتي فيو ب 925 كاتبي رود لكيمبا. وهذا بيكون فخر لإلي وبتعرف عليكم بتعرفوا علي. بالآخر بحب أشكر موع لبنان بإستراليا برئاسة بيدرو حجي، شكرا لك كتير. الله معكم جميعا، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أنا اسمي خليل طرطق من بإستراليا بسيدني إستراليا، من أصلي من سبع لبنان. أنا بدي وقع كتاب بأول أيار إذا الله 2024 تأحكي شوي عن قصة حياتي، فيها حلو فيها مر. فيني قلكن مثلا بلش مثل ما كاتب شوي بالكتاب عن وقت لأنه أمي بنت غني كبير بلبنان راحت شريفي مع واحد فقير مع 5 ليرات بجيبته، وجدي منصور الفاضي من زيارة بده يجوزها لشي أمير شي وزير شي كذا، ولكن راحت مع واحد إنسان فقير اسمه بولس طرطق وجوا على أستراليا سنة 51. دشروني عنده عن بيت جدي أهل أمي من زيارة حوالي 10 سنين، وما يعني كان بيت جدي خبروني عن أمي بيي بس ما كنت بعرفهم. الحاصل بعد اللي وصلت على سيدني بعد ثورة 58 وصلت على سيدني بعشرة حزيران 59 يعني من 11 سنة، وكان في شيء أهلي كانوا معروفين هون، كان في شيء 400 شخص لقيني على المطار موقفين بيي بنص بهالنص العالم بنص 400 شخص. سألوني بتعرف بيك شيء؟ قلت لهم بالفرنسية باردون باردون باردون. شفت شخص راح يطلع عينيه من وجهه، قلت له أنت بيي بولس طرطق، صار يبكي والعالم تبكي. أخذوني على البيت قال حضرتها عرفوني يا عمي، قال حضرتها بتكون أمك، سلمت لها لنا الشرف. ومن هونك بدأت رسالة خليل طرطق. رحت على المدرسة هون، خدت الشهادات، تعلمنا، اشتغلنا، تعبنا، قضينا الحلو والمر مثل ما غيرنا جاي من بلاد بعيدة من عن استراليا. هالاشياء هيدي هو، والحمد لله. اش بدي اقول، قصة حياتي فيها اشياء حلوة كتير. توقيع الكتاب انا ما كنت افكر بدي وقع كتاب، ولكن في شخص اسمه بطرس رزالة ايوب قال لي خليل انت عندك قصة لازم تكتب، انت تعال عندي، انت قول انا بكتب القصة. وهيك صارت القضية، وهالكتاب مميز لانه فيه قصة حياتي يعني شوي. وفي شعراء كبار هون كمان بإستراليا حاطين شعر بالكتاب. والحلو أكثر وأكثر إنه وقت عملت مثال لشعر أسعد السبعة اللي أنا بلبنان سنة 98، قال لي أسعد السبعة اللي كيف بدي كيفيك يا خليل؟ قلت له الله بكيفي الجميع. قال لي رح نعمل لك كتاب اسمه خليل طرطق. هلا عمل لي شي 20-25 صفحة ومات أسعد. بيعمل لي اياهن انا بهالكتاب خليل طرطق لانه شعر اسعد سبعه اللي ممنوع حدا يدقره، فحطيت شعر اسعد عني انا بخط ايده بالكتاب. وهذه شغلي مميزه. وشو بدي اسال الشعراء الباقيين اللي بحبهم بكرمهم وبحترمهم انه بيوقعوا كتاباتهم وبياخذوا مسؤوليه لانه هذا شيء منيح لهم. انا وقت ما بدي وقع الكتاب قال يا خليل ليه متوقع الكتاب؟ قلت له اوكي اذا بدي وقع الكتاب انا بدي المسؤوليه بيعطوني اياها بدي اقدمها لاعمال خيريه. قال انت كل ايامك تعمل اعمال خيريه وبضل مشي بالسيره هيدي. الحمد لله انا وقت جاني الوسام من الدولة باسم الملكة إليزابيث كان بألف 2020 كان صلي 50 سنة بساعد الجالية الإسرائيلية اللبنانية. وكل هالمساعدات شو بدي أحكي اللي هربوا من لبنان على قبرص بالزمان سنة 76-77، أنا اتصلت برئيس الوزارة وزير الهجرة بهذيك الأيام الملك فريزر ومايكل ماكيلا
وعملوا اكزاكتلي مثل ما انا طلبت. راح الوزير الهجره وجاب هالعالم كله من هونيكي. بهدف شيء فخر لالي انا وساعة عالم. بس ولا مره جاف ببالي انه شي مره انزل على انتخابات النيابه. ثابت سنه 87 مره حتى دراسي، لانه انا بحزب الليبرال بارتي من سنه 75، حتى دراسي بدي انزل على انتخابات. ما بس لانه رئيس المجلس ما كنت حبه كثير، كان غليظ، بقى بحبيت انزل ضده. بقى نزلت يا بيدرو يا شيخ الشباب، انا بشكر كثير على المقابله. نزلت وبالفيدرال الكشنز ما حدا في جيب بيجيب 2-3-5% زياده. انا لانه قبل جولي قوي كثير جبت 10%، كان لسه بدي 2%، كنت طلعت رئيس المجلس النواب من المجلس، وهذا كان فخر لإلي. وسنه 91 كمان نزلت على انتخابات الولايه، اول مره على الفيدرال وثاني مره على الولايه، وكمان ما كان في نصيب لانه ب 91 في عالم كثير ما عرفوا انتخبوا، وهلا كنت انا ربحان. على كل الاحوال انا لي الشرف اني وقع هالكتاب، وبتامل من كل شخص منكم يجي اذا ما بعرفه يجي يعرف على حوله، لانه انا زلمي اجتماعي بحب العالم كثير، بحب العالم كثير، وقد ما بعيب قد ما بعيش العالم قد ما بتعلم اكثر. العمر ما بياثر، انك كل ما بتعيش اكثر كل ما بتتعلم اكثر، وهذا الشيء فخر لي انا. وتواضعي انا ربحت الناس، بمحبتي واحترامي للناس ربحت العالم كله. وكثر خير هذا محل ما بروح العالم بيحكوا فيه بالمنيح، وكثر خير هذا نعمه من ربنا. وشو بدي اقول لك، يعني حياه كانت مره اشتغلنا وتعبنا وتعلمنا. وفيني احكي على القصه شوي، كنت الثاني اعزب، بي صار معه وجع الظهر، حطوا له جفصين. كان جبرت اطلع من المدرسه تساعد امي على الاكل والشرب. بي كان عنده عربيه هولدن موديل 55، كانت عم تصدي لانه انا ما بيحق لي سوق، عمري 15-16 سنه، بي مريض ما في سوق. بعتت خبر لخالي هونيكي، كان رئيس كتائب بالشمال، قال يا خي كبر لي عمري سنتين، تسوى عمري 17 سنة، عايم الليرة الإنجليز. وجبت اللايسن تفيق وتضحكوا شوي، إذا عم تشتي وأنا عن سوق، كانت أمي تحمل الشمسية بقلب السيارة، لأن السيارة كانت مصدية. هيك عشنا نحن. بس يا محلى هذيك الأيام، كانت العالم تحب بعضها، كانت العالم تزور بعضها، كانت العالم تساعد بعضها. انا امي بي كان يدفعوني بلونات للعالم يساعدوها، كان يكفلون على بيوت، يدبرون اشغال. بديك الايام ما تروح سيادة البدك، نحن بنرد عليك خبر، كان بيروح الاول شيء هونيك يفوت بلش بالشغل. كنا نقوم ساعة 4-5 الصبح تدبر شغل العالم، ما فرقت معنا، نحن اللبنانيين كنا نساعد المسلم والمسيحي، لانه كلنا اولاد الله. وهذا كان فخر لنا. وبي كمان عميل خير بسبل بلبنان، عامل اعمال خيريه كثير 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 ما شوي. وهذا الانسان ما بياخذ شيء معه، لانه ربنا عطى وزنات لكل انسان. نحن بيت طرطا، بيت بولس طرطا، استعملنا هالوزنات قد ما بنقدر. والحمد لله انا بكل فخر بقلكم كمان كان متمسك بالدين المسيحي وبالله. انا مؤلف 4 جوقات هون، كان عمري 18 سنه، الا في جوقه مرمروم 30 شخص، جوقه مار يوسف، جوقه مار شربل على 5 سنين، وسيده لبنان. هذا كان فخر لي انا. تعلمت وتعرفت على عالم كثير، والحمد لله خدماتي بالجالي ما بسمع الا الكلام الحلوه من علي انا، وهذا فخر لي انا، لانه الانسان يا بيدرو ما بياخذ معه الانسان الا اعماله. ثانك يو. شو عندك علي؟ هذه الصوره، هذه اولادي، بالنص بول،
على اليمين ماريو على الشمال مارسيل. والكتاب هذا اذا بتشوف هون يعني خليل طرطع الحكاية، اذا بدي احكي كل شيء عن خليل طرطع الحكاية بدي 30-40 كتاب ما بيكفوا، بس لخصت قد ما بقدر، بس شيء حلو كثير. والاحلى من هيك انه شو بالعربي بالعربي راعي الكتاب لاعمال خيريه، ريعوا لاعمال خيريه. ومن شهر من شهر من مصيره الكتاب في راهبي اسمها سير ماري ريمون دقت لي لهون قلت لي خي خليل في مره هون ما بنعرفها، في مره هون عن تم العلاج صارت 3 سنين مع كانسا، اذا فيك تساعدنا وكذا كذا كذا. هلا حكيت مع خي ميشيل وطوني هني مفكرين بدنا نودي لنا شي $200 ودينا لها 2000 دولار امريكاني، يعني بجوز المره شو بدي اقول لك، ودى واتساب مسج عم يشكرنا فيه الخبريه، وطلع الزلمه جوز المره بيقارب بنا إلي مكرزل هون بالدير، بأنه إنسان ما شدروني تعرفه تتساعده، ساعد من دوم أي مقابل، بتشوف حدا عايز أعطيه، وهذا هيك علمونا نحن أمي بي، وهذا فخر لأن وقت الميت بي يا بيدرو كان أكبر دفني بإسرائيل الحديث هلا دفنة بولس طرطا، وهلا محبين لانه كان عندنا اصحاب كثير ولسه عندنا اصحاب كثير، بس للاسف ايام قديم كنا نزور بعضنا نعيد بعضنا، هالايام بيعيدوا على التليفون او على الايميل، تغيرت الايام. برجع بقول لك يا محل هذيك الايام يا بيدرو، انا بشكر كل انسان بيشتري هالكتاب، مش شري دونيشن في تبرع قد ما بتحب $1,000 $100 $50 ما عندي مشكله، كل هذا بدي يروح لأعمال خيرية، وهي أول مرة أنا بعمل هالشي، وإن شاء الله إذا بينجح معي هذه بركة منكفي شيء بعد كم سنة منكفي قصة حياتنا. بالآخر بحب أشكر موع لبنان بإستراليا برئاسة بيدرو حجي، شكرا لك كتير على المبادرة، وبشكر كل إنسان اللي عمل معي مقابلي وعم يساعدني، لأنه هذا الشيء كتير حلو. وبالاخر هلا بحب في قصيدتين بحب اقول شو اسعد السبع اللي قال لي، شو انا قلت له الاسعد بشعر وانا اول انسان بتاريخ لبنان بيتكرم شعر حياته بتمثال هو اسعد السبع اللي انا كرمته فيه، هذا كان فخر لي. بسنة 68 رحت على لبنان ورجع اسعد السبع اللي يعني سلم علي قعدنا عن بشبه وقال لي رجاع يا ابني رجاع، شو بتنفعنا القصور قبل ما الايام تطوي كتابنا، وبهالبيت يا ابني محاد العصدور الله لا يدوق حد عذابنا. قال لي كل ما سفر بابوري يا ابني بهالبحور فكر على دربك اخذنا وجابنا، كل ما بحمل شوق طيور باللي نسلموا احبابنا. قال لي باقي بهالانديل يا خليل خيط نور لك روجوا قبل ما العمر يغلق بابنا، يا قلب كون صبور تطهون الأمور تدوي الليالي ويرجع غيابنا. من يومتها نغرمت بأسعد السبعلي لأنه كان دموعي عم يشروا مثل حنفي يومتها، كان شي حلو كثير. والقصيدة الثانية بحب أقولها كمان، وقت أنا قلت شعر باحتفال أسعد السبعلي وقت كانت عن كرمه بتمثال، كان من أكبر شعراء لبنان، موسس غيب، موريس عواد، مرون كرم، جورج جرداء، يونس الابن، ميشيل جحا، كان في شعراء كبار معي، وكان مين من الرئيس الجمهورية للإنسان العادي، كان شغل كبير. وحتى وقت الرئيس الياس الهراوي فكر وقت بعت له اي اف اكس انه أسعد السبعلي بدي كرمه بتمثال، خمن انه أسعد السبعلي مات، لانه هونيك بلبنان بكرم الواحد بعد ما يموت. بقى أنا بهالاحتفال حبيت قال له قصيدة لي يا سبعلي يا شاعر الأجيال يا معصرة سبعل وجرتها، من خمرها طاف الشعر شلال بقصايدك طيبت خمرتها، خلتتها وصورتها بالبال وخبرت كل الناس قصتها، ولما بساحتها على التمثال التم الوطن كله بساحتها. مش بس تمثالك راحت بحجار،
تمثالك بلوح القلب منحوت عخدود وردي مفتحة بنوار عدروب سبل عبحر بيروت. وبكل حلوة هديتها أشعار وبكل ضيع حميتها من سكوت. تلو داير مهجور وداير مهجور درج وغبار لا الداير مات والآن بتموت. هذه القصة يعني الدير هو عمل قديمي للدير قصيدة الدير المهجور. فمن ورا هالدير القصيدة واحد من مزيارة غني كبير رجع رمم الدير ورد من جديد وأنا عملت تمثال لأسعد. لا بقى الدير يموت ولا بقى أسعد يموت. بحب أقدم هالكتاب هذا للأستاذ صاحبنا العزيز بدرو حجي قصة خليل طارت الحكاية. بالإنجليزي يعني مكتوب خليل طارت الستوري. هذا شغل كبير حلوة الصورة حلوة. صورتها صلي صورتها خصوصي هيدي. وهون حطينا كمان to my good friend بدرو حجي with all the love and respect. وفي اشياء هون هنا الوسام اللي عطتني الدولة باسم الملكي مع الشهادة. وهيدا هون المرحومين امي بي بولس وسالمة طارتا. وهون هيدا خليل طارتا ومريا انا ومرتي. وهيدا الوسام كمان عطوني اوورد من شي سنة تقريبا كمان غير تبع الملكي. وهذا فخر لإلي. وشو بدي لسا وهدي هون ولادي انا ولادي هون وهالعائلة كلنا سوا. وفي الأستاذ أنور حرب عمل المقدمة هو حبي يعمل المقدمة. واسم المقدمة خليل طارت على الحكاية بقى أنا نقلتها وسميت الكتاب خليل طارت على الحكاية. هذه هون اللي كتبه أنور حرب. يعني الحقيقة استحيت قد ما قلت له عشانك عامل فيي أنور. قال لي أنت خليل طارت أبو بولس طارت أنتوا اللي خادمين الجالي من سنين وسنين. قلت له بشكرك. عامل كم صفحة. وهون بكل فخر بقول في العميد أنور يحيى اللي كان رئيس الشرطة القضائية بلبنان. تعرفت عليه وقت اللي عملت مثال أسعد السبعلي وساعدني بالاحتفال حط لي شي 50 دركة يحرسوا المنطقة. ومن يومتها تعرفت عليه والثاني هلا لسه من أعز أصدقائي. وكل ما بروح على لبنان أنور يحيى هو بيلاقيني على المطار. في ايش بدي اذكر هون في كتاب في كتير كتير. هون عم نحكي عن حولي انا. انا خلطيت اول حفيد بالعيد الفاضي. في اشياء هون هادي هون كمان زمان السبعه كانوا عم يكرموني من كم سنه. وهون كنت انا باحتفال كان عارف الحفله. هذا الاستاذ روبير فرنجي الصحافي معي انا. تحيه لعائله طب الانسان المميز. وهون كنيسه السيد السبيل. وهون في صور رهبات سير لالين سير لويس سير لينا سيستر الهام. وهون ما كنت انا كل ما بروح على لبنان بكون في رئيس جمهوري ان شاء الله بيطلع لنا رئيس جمهوري بعد قريب. كل انسان كل مره بيطلع رئيس جمهوري انا بروح لعنده وبقابله. في كثير عالم بتفاجئوا كيف انا حنشوف رئيس جمهوري. قلت له انا عندي صفه باستراليا والحمد لله ماشي الحال. هذا نيك راينا كان رئيس الولايه بنيو ساوث ويلز صديقي. وهذا هون بعد كنا عم نرحب بال انا هون مع الله يرحمه باتريك سفير 93 كمان حكي عنه وقت كنت عم نائب الرئيس الرابطه البارونيه وقتها. وبالوقت ذاته كنت رئيس جمعيه سبعه. في اشياء كثير وقت كمان في ماكس ويلز كان رئيس مجلس التشريعي جاي دعوه من نبيه بري من لبنان. طلب مني اذا بروح معه. قلت له ايه ورحت. اسمه ماكس ويلز كان. رحنا معه وظلنا كمان عين الياس الهراوي سنه 96.
كانت شيء حلو كتير يعني. فرد شفنا يومتها وزير خارجية فوز شو بويز بويز فيز بويز بويز رحنا كتير محلات. رحنا على مغارة جيدة بدي ضحكك شوي. مغارة جيدة في كان عندنا سيارتين مجلس النواب من أبي بري و حطوا دركة على الموتوسيكل تمشي قدامنا. بعد نحن ماشيين الدركة صفى من خلف وقفنا انه يا خواجة ليش رحت خلف؟ قال والله يا خواجة ما بعرف وين جيتها. جيتها هون جيزيف خوري تبع جريدة المستقبل انا وياه صار لي 55 سنة. هون انا وحبيب الشعب صاحبي صديقي توني كيوين وهون خليل وجواد خوري مسؤول بالمردة. إنسان مميز كمان. وهون كيف هون كيف تعرفت على أنور يحيى؟ إجا هون على أستراليا سنة 96 بدي يكون 96 إيه. كان عندي محل بالسيتي تحت. بوليس رايح بوليس جاي. قلت له أنا قلت له يا سوزي أنا I'm going to Lebanon next week. قال شو في؟ قلت له رايح اتعمل تمثال هيك هيك. قلت لي شاز الكارت تبعها وتحطت على سؤال عن امال وانور يحيى. قلت له مين انا امال وانور يحيى؟ قال بيشتغل بالدرة بس ما عرفت ايش الوظيفه تبعه. هلا وقت رحنا على لبنان سالنا وين قلت له قلت له رئيس هو الكواد السري كان عقيد بالشمال مسلم الشمال كله. وهون وتعرفنا له وكثير والثاني صاحبي هلا ها وقت رحنا عند رئيس الجمهوري الياس الهراوي هودي شعراء سلطان يونان مارك فاضي اذا انا رئيس الجمهوري الياس الهراوي اسعد السبعلي اسعد جبان سمير خليفي اذا بنته جون حسباني وبنا جون جبور. الصوره تحت منها خليل طرطا انا مع الوسام اللي جاني من الدوله باسم الملكه اليزابيث وهذه الشهادة من ضمن الجوفرنر جنرال اوف استراليا. وهذا الاوورد كمان عطوني اياه من شي سنة وهون المرشر هذه الصورة هون ما في هذه الصورة عجيبة صارت هون عندنا بالبيت وكنا عم نعمل بالبيت. اوكي انطبق على البطون طلع مريم العذراء خيمي يسوع ومرشرب من تحت والمحبسة من تحت. اذا نحل الباب اخوته انت مؤمن عندك ايمان حلو. ثانك يو. بتامل انه كلكم تشوفوا هالكتاب. اول شيء بتاخذوا الكتاب بتمنى بتشوفوا شوي عن قصه حياتي وقصه اسعد السبعلي وهالشهيدي هالشعراء اللي حكيه وبعدين تبرعاتكم بدها تروح لاعمال خيريه. وبتمنى منكم بتامل كثير وعندي ثقه كثير انه رح كنتوا كتار على القاعه بأول أيار فيرست اوف ماي الساعة 6:30 من عشية بالسيتي فيو ب 925 كانتربري رود لكامبا. وهذا بيكون فخر لإلي وبتعرف عليكم بتتعرفوا علي وأنا عندي معارف كتير بس كل ما بيزيدوا المعارف تبعي بكون أنا مبسوط أكثر وأكثر. الله يديمكم وإن شاء الله مكفيكم بالأفراح. وأخبار لبنان والعالم مباشرة من سيدني أستراليا عبر موقع واحد مميز لبنان إن أستراليا ويب ديلي نيوز. أخبار العالم بين يديك بإدارة الإعلامي بدر الحجي.